عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك. ممتاز ممتاز. الجزء الثاني من اليوتيوبر والمتابع. اليوم عندنا سعد سوبكس. أهلا وسهلا. والمتابع اللي تابع سعد، الاسم الكريم عبد العزيز. أنا حياك الله، نورتنا وشرفتنا يا حبيبي. سعد، أنت بس بتربط وهذا الجهاز الكهرباء. الرجال هنا اللي ينسأل، أنت مالك دخل. أنا اللي بتعذب مو هو. طيب اللي بتعذب. هل أنت واثق إنك بتفوز وبتجاوب على كل الأجوبة ولا لا؟ والله إني أثق. روح يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون غلط. لازم لازم والله لازم. هذه من أساسيات هذا، لازم نلزق. بسم الله. يا رايد الله يسامح. السؤال الأول، وش أشهر شخصية لسعد بجراند؟ جراند؟ أي اسمها؟ أيوة. أذكرها بس نسيت اسمها. نسيتها. بسم الله. أنا قاطع من زمان ملعب جراند. في ناس أكيد بإذن الله قاطع، لكن الرجال رجع الحين وراح يستمر بإذن الله. خذ هذه. الله يوفقك. لا تسوي شيء سعد، معلش وقف. الله يوفقك. وعلي حرام إني لا أخنك. والله لو تشغله. السؤال الثاني سؤال عبد العزيز، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. أرجوك يا عبد العزيز. طيب. السلام عليكم رايد، معلش على المقاطعة. تفضل. السلام عليكم. أنا عندي واحد من المتابعين بس الكهرب يأثر بقلبي. إيه ممتاز. اقترح علي عقاب يا جلد يا كفين. والله العظيم ما في إلا كهرب بتشارك غصبا عني. يلا. حلو حلو ممتاز. برنامج محترم. وش كود الأيتم شوب حق سعد؟ SOX. أحسن. لا جاوب صح. فريق يا بعد روحي يا شفت حظه طيب. الله سبحان الله. انا ما ترى ما نحترم ابوسك تود. الفريق اللي كان معاهم سعد قبل لا يدخل بوابه. 1 يوفقك. الله يوفقك يا قلب. وعلي خلاص 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 معلش انا اسف. والله اني اسف. لازم. وش العنوان حق المقطع الاخير؟ حق الخط هذا اللي اخر واحد يوصله ل 5. صح صح. المشي له 5000 ريال وقال لك بالضبط كم القيمه اللي حطيتها. رجال صح عليك. احسنت. لا لا اسمع باقي. السؤال الاخير، وش اول لعبه لعبها سعد باليوتيوب؟ اول لعبه لعبها ايه؟ بص ولا كلمه. جراند. خطا. فورتنايت. الله يوفقك. وقف. الله يعطيك العافيه يا عزوز، ما قصرت. بعد قلبي نورتنا وشرفتنا. انا اسف سعد. سلم على البرنامج المحترم. وقف شوي وقف شوي. اما الان ضيفنا جلوري. حياك الله. والمتابع مين؟ مهند. مهند. انا عمرتنا. حياك الله، شرفنا فيك يا بعد راسي. جاهز؟ شوف حبيبي، انت تعرفني انا ادمي طيب. اكيد والله انك طيب. وابن حلال. اي والله. يعني نخليها بدون هذه. والله وجهه يجيب السعاده اقسم بالله. تثق فيني؟ جدا. بس يما يا رب. السؤال الاول، متى اول مقطع نزل جلوري باليوتيوب؟ 2012. يعني صح؟ اي والله. صح. شلون من غششك يا اخي؟ والله وحش. والله وحش يا جماعه. والله وحش. يعني السؤال الثاني، طبخه جلوري المفضله؟ شاورما. خطا. لا. بسم الله. البرجر الاسطوريه. برجر. والله برجر. البرجر الاسطوريه. خلنا بكلم. هلا والله. صدمني. والله صدمني يا عيال. والله صدمني. معلش هذا اول فول. باقي فول 9. اكثر لاعب يكره جلوري؟ مدافع نازل. مدافع يونايتد. صح. قال مين؟ شو اسمه؟ ناسي اسم الرجال. اي لا لازم لازم يقول اسمه. لا جابه. ما لي دخل. ماجواير. يا عيني. الله. ترى عزوز غش. لا لا والله ما غش من اول. هي هي هي. لا 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 لا. جيبي. لا تغشش عزوز. خلاص قرب لي هذا عشان يكون برنامج محترم. خلاص بس شوي. ايوه بس شوي. ايوه لانه غشش. السؤال الرابع، لعبة جلوري المفضلة. ابعلمك اول حرفين. فو. كمل. مره مو فو. فو. يا سلام. لا توقع. يا سلام يا سلام. السؤال الاخير، في اي مدينة ساكن جلوري؟ يا عيني. والله وحش. الله يعطيك العافيه. والله اعرف حركات. اعرف حركات. برنامج محترم. والله ما اي والله بس فكر لي. تكفى. اذا فزت ولا واحده 500 ريال بعطيك. 1000 ريال. حلو. اذا ما خليتني كهرباء ولا مره. ولا مره. 1000 ريال. 1000 ريال. تم. ليه؟ ليه؟ سالته شو عنك؟ قلت له مين اخوي؟
قال لي سعد. معنا اليوم عزوز كما استكى، ومعنا ياسر. حياك الله ياسر، نورتنا وشرفتنا. كم نسبة انك انت بتجاوب على الأسئلة؟ صفر. غرفة كمستكا فيلة باور القديمة، اي دور؟ باور القديمة؟ اي الفيلة حقتنا، حقت هذه اللي كنا فيها. دور يرحم اصبر خلنا اتذكر اصبر خلي اتذكر الاول. ايوه ما ادري من فيه. ايوه الثاني بيطقطق. ما ادري من فيه. الثالث ما في ثالث. الا الا الدور الاول الثاني الثالث. اسالك بالله المستحيل موجود برنامج محترم يا شيخ، اقسم بالله افضل برنامج موجود في الارضيه السعوديه، برنامج رايد. الله يسلمك، افضل واحد في العالم. اللعبه اللي يحبها عزوز دائما ويلعبها وش هي؟ ببجي. ايوه 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 صح. عدد مشتركين عزوز مره سهله، بس وين قل لي؟ في اليوتيوب 495. صح والله ما جابها، والله ما جابها. اخر مقطع نزله كم استك متى؟ انا تابع المقطع ما تابع التاريخ. اي لا المالك متى؟ شوف هم يدخلون يوتيوب ما يدرون متى نزل. احنا نتابع اول قول وش. لا كم عمر عزوز؟ ايه ناظر فيني شوف 26. الله عليك الحمد، الله ملك. ضيفنا الرابع مودي الاسمر والمتابع اسمه كريم صالح العلي. ونعم يا صالح، نورتنا وشرفتنا. بعد تكفى يا صالح، تكفى. صالح جاهز؟ جاهز. تتوقع انك بتجاوب على كل شيء؟ ارجوك صالح، صالح ولا واحد تكفى. جاوب عن اليوتيوبر كله على كل شيء لازم يخطون، فاذا جاوبت خطا بيتكهرب مودي قدام. ترى ذكر اللي عندي قصد نفسه. خلي الشاورما هنا عادي. شاورما وشو؟ يا ابوي شفت بي؟ لا قاعد تغشش. لا خذ الاسئله هذه جيب يدك. السؤال الاول، متى بدا مودي الاسمر باليوتيوب؟ لا متى؟ 2010. ديسكو ايوه. السؤال الثاني، شو اسم شخصية مودي بجراند؟ الله اكبر. الو خليه يحب راسه، رأي التك. لا ما تشوف، بعد شوي يجلس. خليه يحب راسه، برنامج محترم يجلس. والله قاعد تذاكر انت. متى اخر مقطع نزله مودي باليوتيوب؟ قبل ثلاث ايام. اشكرك والله ادخل اليوتيوب. بسم الله كم عدد مشتركين مودي باليوتيوب؟ السكوت علامة الرضا. لا مو بالضبط، بالكهرباء. معليش برنامج محترم لازم ترجع، بقى سؤال اخير. واثق فيني اخسر. لا مالك بلا تجربات، بدون لازم مالك. يدي معركه والكهرب دبل. لا مالك والله بسيط ان شاء الله بسيط. اسم مودي الثلاثي الكل يعرف، اذا ما جاوب بعد هذه مصيبه، انه يعرف كل شيء ما يعرف اسمه. محمد خالد العبد اللطيف. يعطيك العافيه. ضيفنا الخامس احمد شو، حياك الله احمد شو. هلا وسهلا. المتابع الاسم الكريم سليمان الشمل. ونعم انعم واكرم. والله ما شمل انا بالامن يمكن ازلتك شوي. حياك الله. لازم احميه شوي. اي لازم. بعد التصوير. اول شيء الله يسعدك، نورتنا وشرفتنا حبيبي. نور نور. هل انت جاهز انك تجاوب وتفزع لاحمد شوف؟ شوف احمد ابي اقول لك، احتزم وطنخ وشوش. لابتك كابتك نابت وحوش حبيبي. أوه. السؤال الاول، قناتك ما شاء الله اسطوريه. الله يسعدك حبيبي. ترى انا اول مشترك انا عندك. الله يرضى عليكم. اوه ممتاز، حاول تصدق عشان برنامج ممتاز. بسم الله. السؤال الاول، قلت لك ذاك اليوم يعني ما شاء الله عندك مستقبل ان شاء الله. كم عمر احمد شو؟ 30 جاب. ليتس جو يلاك. ممتاز. والله على طول جاوب. والله انه جاوب. والله اول مشروب له بدايه يومه يشربه وش؟ لا باور شو اسمه؟ 3 2 1 سلسله احمد شو المشهوره بلا مال. صح بلا مال. صح بلا مال. هي الاشهر مو المدرب. لا والله لا بلا مال معروفه. صح. متى دخل احمد شو فريق باور؟
9 يونيو 2021 اقسم بالله العظيم انك رجل على والدينك ليه شلون ليش والله كم والله صح والله جلطة. وش كود احمد شو ما العب فورتنايت لا 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 ما العب فورتنايت في له كود وعنده كود خصم وعنده اشياء طيبه والحق الموقع حق الكوينز بعد ASH لا ASH 1 بعد ايش بسم الله لا دقوا والله اني ناسي والله ناسي والله بس 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 مرة واحدة يا كلب السؤال الأخير كم عدد مشتركين قناة أحمد باليوتيوب تبيها بالضبط اي بالضبط بالضبط ايه بالضبط 3.5 million صح والله كفو والله صح والله هذا مذاكر قبل يجي هذا والله العظيم أقولك شيء لا 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 يعطيكم العافية يا جماعة الخير لا تنسون اللايك والاشتراك يا ويلة